الإخوان، السلام عليكم، مرحبا بكم في الجزء الجديد من الدورة ديالنا اللي هي دورة ولا دورة كود إيجنايت 4. في آخر جزء، والله ما قلت على آخر جزء فوقش، حيت نرى شحال هادي ما مني كنت صورت هاد الدورة هادي دي مدة، وقيلا هي كاع هنايا شتي هي 7 مانتس كاو هادي شي 7 شهور باش صورتها، ومن تما ما قصت في كود إيجنايتر. فغير الله يحفظ، مع الله يستر، وصافي نكون نسيت داكشي ونصدقو مع ورينا. المهم كيما قلت لكم، فاش حال هادي انا ملي كنت صورت هاد الدورة، وبقاو شي لعيبات اللي بغيت نزيدهم. خاي انا راه في داكشي اللي صوبنا تقريبا، راه يعني شفنا كلشي، فبقاو شي لعيبات غادي نزيدهم. المهم واخا قبل بعد ما نبداو، فنشكر بعد الناس اللي كيشجعونا دائما بجيمين وكومونتيرين، و المهم وكيديروا لنا شويه ديال الموتيفيشن. يعني كتفيق في الصباح كتلقى شي كومونتير، الله يرحم الوالدين، الله يجازيك، هذه المهم كتشجع داكشي هو اللي كيشجعك انك تستمر. اذا سيدي قلنا في هاد الاجزاء هادو اللي غادي نزيد، غادي نشوفو كيفاش اليوتيليزاتور. فاحنا ديجا كنا درنا الريجيستر واللوجين وهادي، فنشوفو كيفاش نديرو بان اليوزر ياكتيفي الحساب ديالو بالايميل. يبقى يجي ايميل اللي فيه واحد التوكن. التوكن هي واحد الكود خاص غير بداك اليوتيليزاتور اللي تسجل، فخصو ياكتيفي الايميل ديالو باش عادي تكونيكتا. فاحنا كما كنا درنا من قبل، يعني غير كنتسجل وكنتكونيكتا بطريقه اللي هي عاديه جدا. فالسيدي قبل ما نديرو هادشي، خصنا بعدا في لاطابل ديالنا اللي هي لاطابل هادي يوزر، فخصنا نزيدو واحد جوج ديال لي شون. واحد لو شون اللي هو اكتيفيشن هاش، اللي هو بحال اللي تقول الهاش. الهاش هو واحد الكود، هذا بحال هذا راه هاش، تقول بحال واحد الكود كريبتي بحال هكذا، وغادي يكون هنايا عند اليوزر، غيكون عنده واحد الكود خاص به. وغادي نزيدو واحد لو شون اخر نسميوه از اكتيف، واش الحساب كما هنايا هاد از ادمين، وعطيناه هاد البوليان تيب ديالو بوليان. فنفس الشيء غادي نزيدو از اكتيف وغادي نعطيوه تيب بوليان، ونشوفو واش اليوزر اكتيف الحساب ديالو او لا. الا كان ديجا اكتيفي فغادي يدخل، كانت عنده واحد غادي نكونيكتو، وما كانش عنده الزيرو غادي نقول له بانه راه ديجا صيفطنا لك لوليان باش تاكتيفي الحساب ديالك، فاكتيفيه عاد اجي. فقلنا غادي نزيدو داك لو دو شون. اول حاجه غادي نكري واحد المايكريشن، نديرو بي اش بي سبارك كما قلت لكم. انا راه شحال هادي ما خدمت بكل اغنايتر مايغريت كرييت، فراني دابا عاد كندير ريفريش للميموار، نسميوها اد اكتيفيشن تو يوزر تيبل. شتي داك النجمة، حيد هاد النجمة هادي. صافي هي تزادت، نعاودو نديماريو السيرفر. غادي نمشيو لهنا للمايغريشن ديالنا، نشوفو نقلبو عليها وريز داك المايغريشن هي هادي. فراه كتار من 17 شهور، فالمايغريشن اخر مايغريشن كنت صوبتها في 25/2/2021، ودابا راه حنا في 6/1/2022. يعني راه بقات شحال، بقات حتى شهر وتكمل عام، يعني راه دي عام اللي صورت هاد الدورة هادي. فهي راه يعني راه كاع لي فيرسون هادو اللي تزادو، كنظن دابا الفيرسون واقيلا 4. فين هي 4؟ واقيلا شي حاجة 4.1.6. فراه نفس الشيء، انا خدام بالفيرسون 4.1.1، راه دابا واقيلا في بوان 6. ماشي شي تغيير كبير في هاد العام هادي، يعني الامور راه مازال هي راه الدوره صالحه لكل زمان ومكان. فكود اغنايتر ما كيبدلش بزاف ديال الحوايج، فهما هما فريم ورك اللي كتمشي غير بمتي ماشي ندلات عليهم. شنو قلنا؟ قلنا فريم ورك كيمشي بلاتي عليه. وما
كيغيروش بزاف، ما كيبدلوش بزاف. قلنا سيدي داك المايغريشن راه حنا زدنا هي هادي، دابا غادي نزيدو فيها لي شون ديالنا، غادي نجي نكوبي هادشي اللي عندي هنايا وغادي نزيدو هنايا في الاب الفيلدز، فان نسميو هذا اكتيفيشن، اكتيفيشن هاش تيب ديالو غادي يكون نديرو التيب ديالو فارتشار، خليوه فارتشار. وهنا في الاخر غنعطيوه 40، من بعد غادي نعرفو علاش عطينا 40 في هاد الكونسترانت. والديفولت ديالو هو النال، وغادي نزيدو واحد لو شون تاني. هاد لو شون هذا غادي نسميوه از اكتيف، واش اكتيف ولا لا، يعني واش لو شون راه يعني واش الحساب نتاع اليوزر اكتيف ولا لا. هنا التيب غادي يكون بوليان، وهنايا الكونسترينت ما كاين والو، والديفولت غادي نعطيوه زيرو، غادي تكون فيه زيرو بوليان هنا زيرو. وهنايا غادي نزيدو في لاطاب اللي هي يوزر ماشي بوست. وهنايا فاش نبغيو نسوبريميو، يعني فاش نديرو الرول باك للمايغريشن، غادي نجيو لهنايا غادي نديرو دروب كولوم من طاب اللي هي يوزر. وهنايا غادي نديرو الراي اللي فيها لي كولوم اللي زدنا. فعندنا شنو عندنا، عندنا الاول اللي هو الاكتيفيشن، اكتيفيشن هاش نزيدو هنايا. وعندنا هنايا is active، فهادو هما التلاتة ديال جوج ديال لي شون اللي زدنا. دابا غادي نصيفطو المايغريشن بي اش بي سبارك مايغريت، نديرو اونتري. فهي مشات المايغريشن. الى مشينا للطاب اللي عندنا اللي هي هي هادي اليوزر، الى عاودنا كليكينا هنايا فغادي نكحز واحد شويه، غادي نلقاو اكتيفيشن هاش هي تزادت فيها النال، و از اكتيف هي تزادت فيها الزيرو. فدابا في الجزء الجاي غادي نشوفو كيفاش نكرييو هاد الهاش هادي، كيفاش نكرييوها، ومن بعد نشوفو كيفاش نزيدوها، يعني نزيدوها في لاطابل ديالنا. اون فوا يبغي اليوزر يدير لانسكريبسيون هنايا، فغادي تكريا الهاش وغادي تونروجيستر هنايا. من بعد فاش يبغى من بعد عاد نصيفطو، نشوفو كيفاش نصيفطو له الايميل باش اكتيفي الحساب ديالو. فهذا ما كان في هذا الجزء هذا اللي كان خفيف ظريف، غادي نتلاقاو في الجزء الجاي. غير بالنسبه للناس اللي كانوا كيصيفطوا لي، صيفطوا لي شي واحد يعني على حساب شي بروجيات، فراني اعتذرت منهم وراني كنعاود نعتذر، سمحوا لنا حيت ما عاونتكمش، لانني كنت خدام في واحد البروجي شي شهرين وانا خدام فيه من الاول ديال شهر 11 وانا فيه حتى لهادي واحد اليومين ولا عاد ساليتو. والله العظيم الا عييت داكشي علاش ما كنتو كتصيفطوا لي، فكان كنت واحد البروجي بعيد على الدومين، فكنتو كتصيفطوا لي ما كانش عندي كيفاش ندير خدم معكم. وزيد عليها انني كنت عييت، كنت كنجلس بزاف لدرجه انني مرضت كاع، حتى ما بقيتش الظهر ديالي بدا كيحرقني، ما بقيتش كنقدر كاع حتى نجلس، كنت كنجلس كنحس بالحريق عندي في الظهر ديالي. فهادشي علاش كنت شويه، انا راه كان كيصيفط لي بنادم كيصيفطوا لي الميساج وانا في ذاك الوقت كنقرا الميساج وما كارهش النوض غير النعس. فالمهم سمح لنا وصافي. المهم راه الناس اللي كانوا كيصيفطوا لي شي اسئله ولا راه كنجاوبهم، بالنسبه للناس اللي بروجي فيه سمح لنا وصافي حيت ما تساعدناش معاهم. فهذا ما كان في الجزء هذا، غادي نوقف هنا ونشوفو في الجزء القادم. جيم بارطاجيت ابونا فلاشين ونشوفو في الجزء القادم.